الحكومة في أسبوع. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بإنجاح مشروع اللامركزية المستند على رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظات. وجه رئيس الوزراء جميع البلديات في المملكة لاستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. أصدر رئيس الوزراء بلاغاً تضمن تعديلات على سفر موظفي الدولة الموفدين في مهمات رسمية بهدف ضبط الإنفاق وترشيده، ونص البلاغ على أن يكون سفر رئيس الوزراء والوزراء ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي على درجة السياحية في الرحلات التي تقل مدتها عن 5 ساعات. شرعت وزارة البيئة بتنفيذ مشروع التشجير الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الشركاء الداعمين لزراعة 10 ملايين شجرة حرجية خلال السنوات العشر المقبلة تغطي مناطق عدة في محافظات المملكة. خلال الشهرين الماضيين سلمت أمانة عمان الكبرى ما يقارب 140 بطاقة معفاة لاستخدام باص عمان مجاناً لمن تجاوز عمرهم 60 عاماً من سكان مدينة عمان، ودعت الراغبين بالحصول على البطاقة مراجعة المراكز المختصة مصطحبين معهم الوثائق اللازمة. مندوباً عن رئيس الوزراء رعى وزير التربية والتعليم حفل تكريم المدارس والطلبة الأعلى أداءً في الدراسة الدولية بيزا 2018. وأخيراً أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام دعم الحكومة للمؤسسات الإعلامية التي تعد شريكة لها في إيصال رسالة الدولة الأردنية وتقديم المعلومات المقترنة بالحقائق للمواطنين ضمن سياسة الانفتاح والتواصل التي تنتهجها الحكومة.